إن كل شيء في الحياة جميل بما في ذلك الصور. الصور عادة نأخذها لتبقى ذكرى في ألبوم العائلة، لكن الصور دائما تكون مشاهد وكذلك مواضيع يمكننا أن نشاهدها، أن نلاحظها، أن نتأمل فيها. كذلك نتواجد اليوم في هذا المعرض الذي يعرض صورا للمصور التركي حسين بحري ألبتكين. هذا المصور جمع مجموعة من الصور المختلفة من مدينة إسطنبول من مدن مختلفة من تركيا. كذلك الصورة الفوتوغرافية تحمل رسالة ذات معنى، مثلها مثل النص اللغوي وربما أكثر. لذلك يمكن للمتلقي أو الباحث أن يقوم بتحليل عميق للصور لاستخراج المعنى أو الرسالة المراد إيصالها. يقول حسين بحري ألبتكين أن الصورة كالنص المكتوب، يمكن تحليلها والنظر إلى معناها من منظورين أساسيين: السياق والمفهوم والخلفية الثقافية المحيطة بالصورة وحيثياتها. هذا المنظور شبيه باستعمال القاموس لإخراج معنى كلمة معينة. وفي عالم الصور نقصد تحليل ما نرى فيها بالضبط كما نرى، وصف دقيق لمركبات الصورة المختلفة كما تراها العين المجردة بدون علاقة للسياق. وأخيراً، ليس من الحتمي أن تنطبق كل هذه العناصر على كل الصور أو على صورة واحدة، لكنها جديرة بالفحص. ففي كل صورة نتعرض لها لكي لا نكون عرضة لامتصاص إيديولوجيات المصور بشكل غير مباشر. من المؤكد أنكم لاحظتم اختلاف المواضيع في هذه الصور، فكل صورة مختلفة تماما عن الأخرى. نجد صورة لملحمة تاريخية، إلى جانبها صورة لرجل واقف بنظرات ثاقبة. هذا الاختلاف كان مستقصدا من طرف المصور الذي أراد أن يبين لنا أن الحياة ليست حياة واحدة فقط، بل إنها حياة مختلفة في معانيها ومغازيها. كذلك نتمنى أن تكون هذه الصور قد نالت إعجابكم. كانت معكم رشيدة الفطماوي لبرنامج الألوان السبعة، قناة التركية إسطنبول.